بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نعيش هذه الدقائق مع ما تركه لنا سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم من خير نهتدي به في عمارة الدنيا وفي تزكية النفس من خلال عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونصلي ونسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته يوم القيامة وأن يؤتيه سؤله وأن نكون تحت لوائه وأن نشرب من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم ندخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب يا رب العالمين. تسأل تقول: أنا زوجة ثانية وزوجي حتى بعد ما رزقنا الله سبحانه وتعالى بطفلة يقصر في القسم بيني وبين زوجتي الأولى، وأنا أسامحه أمام الله، فهل هذه المسامحة تكفيه في زوال الإثم عنه، خاصة وأن الأولى تدعوه إلى عدم العدالة في القسم؟ فهو يستجيب. فكر النبي صلى الله عليه وسلم في طلاق سودة فتنازلت عن نصيبها في القسم إلى عائشة حتى تظل أما من أمهات المؤمنين، وهذه موافقة والتنازل تبرئ ساحة الرجل. ولكن عندما تسأل المرأة هذا السؤال فمعناها أنها في القلب شيء، وأنها لا ترضى، أو أنها رضيت يعني غصب عنها، وهذا فيه من عدم كمال الأخلاق ما فيه. فيجب على الرجل الذي عنده زوجتان أن يعدل بينهما، والعدل ليس معناه المساواة، ولكن معناه إقرار السعادة وإعطاء ما يلزم حتى تستمر الحياة. يقول سائل: أنا لست عالما ولا متصدرا ولا داعية، فهل إذا ما وقعت مني المعصية وأنا لا أقصد بها إلا التقصير، مقصر في حق ربنا، إذا قلدها غيري أكون آثما؟ نعم تكون آثما. ترك الصلاة فقلدها ابنه في ترك الصلاة، ما كان ينبغي للابن أن يقلد أباه في هذه المعصية، لكن هو لم يدعو الولد إلى ترك الصلاة وإلى ترك الصيام وإلى فعل المنكرات، ولكن فعلها هذا لأنه ابنه، لأنه مرؤوسه، لأنه يمثل عنده المثل الأعلى. نعم عليك إثم، ولذلك فيجب عليك العودة إلى الله، يجب عليك العودة إلى الله، ويجب عليك الالتزام بأمر الله.
يسأل سائل هذه الأسئلة التي نشأت بنشأة النابتة، هل يجوز ما يقوله المصريون من كلمة زرنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ الكلام ده ما كناش نسمعه قبل ظهور النابتة. الناس حولت حبها إلى النبي وشأن تعظيمه في القلوب صلى الله عليه وسلم إلى مثل تلك العبارات التي تخللت في الوجدان المصري، فإذا زاره عزيز فيشبهه بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في ذلك تعظيم لسيدنا رسول الله، لأنه لم يجد من العبارة ما يعبر به عن مدى سعادته لزيارة ذلك العزيز سوى أن يشبهه بأنه وكأنه قد هل عليه رسول الله ودخل عليه، فيقول له زارنا النبي، يعني كأنه قد زارنا النبي. هذا من تحويل العقائد إلى برامج عمل تؤثر في العبارات وتؤثر في اللغة وتؤثر في قواعد التفكير المستقيم وتؤثر في الحياة الاجتماعية. كنا نجد البائعين الجائلين منذ 50 سنة وهو ينادي على سلعته بالصلاة على النبي، يعني هو بينادي على السلعة بتاعته بأن يقول يا جمال النبي يا جمال النبي، وكأن جمال سلعته ذكره بجمال المحبوب. ومن ذلك المحبوب لدى الكافة؟ سيدنا النبي. فكان وهو ماشي كده يقول يا جمال النبي، وبعدين يقول هو بيبيع ايه من انواع السلع. لا نجد في العالم هذا، انما نجده في ذلك الجو المصري عندما تشبع بالاسلام لاجل النبي. يقول لك يا اخي معلش صل على النبي صل على النبي، حتى ذكرها المسلم وغير المسلم. لما واحد يلاقيه متنرفز قدامه كده يقول له طب ما تصلي على النبي. فاذا هذا الوجدان وهذا التشبع بعقيدة المسلمين أمر نراه، ولكن بدأ السؤال عنه عندما جاءت النابتة الذين لا يعرفون الحب وبدأوا يسألون هذا. يسأل وهل يجوز أن نقول للضيف زارتنا البركة؟ أم ليه اللي يجوز؟ إنك تضرب الضيف يعني، ولا إنك تهينه من أول ما يدخل؟ والله لا يؤمن من لم يكرم ضيفه، ده كرم الضيافة من الإيمان، فهذا من علامات الإيمان. زرنا النبي، زرتنا البركة، والله ولا تجدها في لغات غير لغات العرب، ولا تجدها في العالم. هذا التشبع بالعقيدة وتحويلها إلى برنامج عمل يومي يؤثر حتى في اللغة. هل يجوز أن يشترك أكثر من 7 أشخاص في الأضحية ببقرة؟ البقرة عن 7، لكنها 7 أسهم وليست 7 أشخاص، بمعنى
ان انا عندي عايز سهم أضحية اهو ده سهم، وعايز كمان اعمل سهمين عقيقة، بقينا سهمين اهو، انا شخص واحد، وكان في عقيقة لبنتي ما عملتهاش من زمان، بقينا 4 أسهم، وانت عندك أضحية بقينا 5، وفي 5 أشخاص ما معهمش فلوس السهم واشتركوا في السهمين الجايين. اشتركوا السهم بكام؟ نقسم البقرة على 7، طلع ب3500 جنيه، فضل لنا سهمين عبل ما نشتري بقرة، يعني 7000. ف7 جم قالوا يا جماعة كل واحد فينا ليه 1000، يبقى جزء من السهم، يعني كل 3.5 منهم هياخدوا كام؟ هياخدوا سهم، فيجوز. يبقى بس هو كده ما ضحاش، كده تصدق بالجزء بتاع الايه؟ السهم ده اللي هو 1000 من 3500. ادي الطريقة. يبقى اذا ما لناش دعوة بالاشخاص، هي البقرة عن 7 من الاضاحي. ده بالضبط زي اهل البيت، راجل وولاده في عمارة كده يسموه بيت عيلة، كل واحد واخد شقة، ام بيت ده هو عايز يضحي، فيضحون اضحية واحدة، واضحية من اهل بيت تعددوا، فعايزين يلموا من روحهم 3500 علشان يشتروا خروف ويذبحوه، فكل واحد من العيال او من الافراد دفع 500 وهم 7، واشتركوا كلهم في ايه؟ في شاه، في خروف، يبقى كده أضحية واحدة. هل تجوز عن البيت؟ فقالوا من السنن التي تجوز عن هذا وأضحية من أهل بيت تعددوا، يبقى هم متعددين، هم 7 لكن هي أضحية واحدة. طب ودي نسميها ايه؟ أضحية مش أضاحي، أضحية. يبقى إذن يجوز في البقرة 7 أسهم، أدي اللي يجوز، يجوز 7 أسهم فقط. كم شخص بقى؟ إن شاء الله 20 شخص جمعوا بينهم 7 أسهم دي، بس هم 7، كأنهم ذبحوا 7 من الشياه، 7 خرفان. هل يجوز أن أضحي أنا واثنين من أشقائي على عجل عمره حوالي 1 وشهرين ولكنه بصحة جيدة وسليم ولا يوجد به أي عيب أو مرض ووزنه مناسب؟ نعم يجوز. العبرة عندنا بالوزن، لأنه لما اشترط 2 سنين وكذا في البقر، ده اشترط علشان الوزن، من أجل الوزن. استطاعوا الآن بأنواع التربية الحديثة والعلف ومكوناته أن يصلوا إلى الأوزان قبل هذا السن، فيبقى العبرة بكثرة اللحم، لأن اللحم هو اللي رايح للفقراء، يبقى عايزين كثرة اللحم مش عايزين أسنان. بعد سن 2 سنين دلوقتي محدش يرضى يقعد 2 سنين، ليه؟ لأنه هينخفض، بدل 600 كيلو هيبقى 450 كيلو، يبقى إذن خسارة، يبقى احنا بنعمل خسارة. فالراجل بتاع المزرعة ما يرضاش بالخسارة، يقول طب انا ده ببيعه 600 كيلو، انت عايزني استنى لغاية ما يبقى 450؟ طب ما نخسر 150 كيلو. ادي دي نمرة واحدة، لذلك ما تلاقيش في السوق هذا الا اذا كان مريضا، اللي احنا بنقول لا، الاضحية يشترط فيها ايه؟ عدم المرض والصحة. يبقى اذا العبرة
إنما هي بكثرة اللحم. في نصوص بنسميها النصوص المعللة، يبقى تسير مع إيه؟ مش مع اللفظ، مع العلم. فلما يجي يرشدك إلى سنتين تسأل روحك لماذا؟ هل علشان السنتين ولا علشان الوزن؟ طيب ايه الحكمة؟ الحكمة ان انت هتوزع وتفيد وتعطي، يبقى الوزن. لان السن ما حدش هيسألك عنه اذا كان 4 سنين ولا 5 سنين، انما اللي هيسأل عنه فين نصيبي. يبقى اذا الوزن، يبقى الوزن هو العلة. ودام الوزن هو العلة يبقى مالكش دعوه بسنتين، بقى قدرنا ان احنا نتوصل بعلو العجل لغاية اقصى حاجة فيه، بقت 600 كيلو. حلو 600 كيلو نذبح على طول، لانه بعد كده هينزل، لا احنا مش عايزين النزول. يبقى الحكم يدور وجودا وعدما مع علته. مش احنا مش واخدين بالنا ان في حديث بيقول؟ لا، ده احنا بنفهم الحديث. الحديث ده قصده ايه؟ غرضه ايه؟ سيدنا اراد منه ايه؟ مردوده على الناس والمجتمع ايه؟ ساعات ما نعرفش، ويبقى تعبد. خلاص نلتزم سنتين، حتى لو كانت اقل التزام. طب واذا كان ليها عله نمشي ورا العله. يبقى اذن الاحكام منها ما هو معلل نمشي ورا ايه؟ العله. ومنها ما هو تعبد. اتوضى قبل الصلاه، ما ينفعش تقول انا عايز اتوضى بعد الصلاه، ما ينفعش. واخد بالك؟ اتوضى بالميه، ما تقولش بس اللبن اغلى من المي، انا هتوضى باللبن عشان انا بحب ربنا، ما ينفعش. وضوءك باطل وصلاتك باطل، ما ينفعش. يبقى اذن في حاجة ليها عبادة، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. وفيه نصوص معللة هنمشي وراء العلة حتى نحقق غرض الشارع الشريف. يبقى هنا بنحب ربنا وهنا بنحب ربنا، لكن التصدرة دي بتاع النابتة ملهاش فايدة. إذا نظر أحدهم أن يذبح شيئا لله فهل ممكن يهادي منها الأهل والأصدقاء؟ لا، أدام نظرنا يبقى دخل الخروف ده ولا العجل ده انتقل من ملكي الى ملك الله. يعني ايه ملك الله؟ وربنا هياخد مننا حاجة؟ لا، ملك الله يعني ملك الفقراء. واخد بالك ان الجماعة في الغرب يقولوا عليها ملك المجتمع. ما هو لما حبوا كلمة ربنا دي ما تبقاش موجودة ومراحوا مسمين الكلام ايه؟ المجتمع. طب ماشي، خلاص بقى ملك المجتمع، بس هو الله، خلي بالك. هنعمل ايه؟ ما هو لازم تخاطب الناس على قدر عقولها. المجتمع، ملك المجتمع، ايوه ملك المجتمع ده هو اللي عندنا في اللغة بتاعتنا اسمه خرج من ملكي الى ملك الله، اللي بيسموه المال العام دلوقتي. طيب لما خرج فين بقى المجتمع ده اللي هو مجتمع الفقراء والمساكين؟ ما ينفعش فيه هدايا وما ينفعش انت تاكل منه. اخي عنده بنتين واشترى عجل وفي نيته عمل عقيقة بهذا العجل لهما، وهو لم ينذر ولكن في نيته ذلك، واحتاج فلوس هذا العجل. بعد ما اشترى العجل اتزنى
في الفلوس، فهل يجوز له أن يبيع هذا العجل على شاد يفك الأزمة؟ يجوز، ما هو ما نظرش، نظر يبقى أدخل نفسه في الوجوب، واجب عليه أنه هو يكمل، ما نظرش يبقى هو بره كده. فقال أنا العجل ده هبيعه وبعدين نشوف بعد كده العقيقة لما تيجي فلوس، ما فيش مال، ما يجراش حاجة. هل يجوز شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء؟ الأفضل والأحسن إنك تدي الفقير الفلوس في إيديه، يكون عليه ديون، يكون عايز يعلم ولاده، يكون فيه علاج، يكون فيه كذا وهكذا، لكن تشتري انت وبعدين تديله، يعني بترغمه على هذا الشيء. نمرة اتنين، السائل ده بيسأل ليه متعود يدي للناس لحمة في العيد فعايز يطلع الزكاة من ضمن ده، يعني في الاخر هتلاقي وراها بخل، السؤال ده وراها ايه؟ بخل، عايز يقول لك ايه يعني، حج وحاجة يعني، مالتي يعني كذا حاجة يعني متعدد يعني. بلاش حكاية المالتي دي، عشان واحد مش عايز يبقى مالتي يوم القيامة من السواد، فبلاش كده. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بخل. اختي حامل في اخر الشهر الخامس وتبين ان الجنين يعني تعبان جدا وفي امراض كثيرة وكذا، والاطباء اوصوا 3 اطباء بنزوله ينزل فورا مراعاة لهذا الحال. انا موظفة في شركة باحدى الدول الغربية، واغلب من يعملون بها من اصحاب المثلية الجنسية، شواذ يعني بما فيهم رئيستي بالعمل، فهل اترك العمل انكارا للمنكر؟ امال انت اللي معادك هنا، يعني انت قاعدة في منكر كله وعايزة تنكر المنكر على مين؟ إذا كان القانون يسمح، إذا كان المجتمع يسمح، إذا كان الإعلام بيسمح، إذا كان الخطاب الجماهيري بيسمح، يبقى هنتجنن بقى. لا، أمال إيه الحكاية؟ سيدنا كان أسوة حسنة في كل مراحله وليس في المرحلة الأخيرة فقط، فسيدنا علمنا نموذجا اسمه نموذج مكة. ونموذج مكة ده ايه؟ مسلم يعيش في وسط دولة تكره الإسلام والمسلمين وتحاربه وتأباه وترفضه. طيب، ادي نموذج قعد 14 سنة في النموذج ده، كان يدخل الكعبة صلى الله عليه وسلم وفيها 360 صنم، هو بيدعوهم إلى التوحيد وإلى ترك الوثنية، لكن ما بيروحش يهد الصنم، يقبضوا عليه في جريمة إهلاك الصنم. ما هي العقلية كده؟ لا، ما عملش، وكان يدخل ويصلي وكل حاجة، ولكنه ما هدمش الأصنام، دعا إلى الله. فأنت اعملي كده، فده نموذج اهو، مسلم يعيش في وسط المشركين. بعدين المسلمين عاشوا في الحبش، اهو ده نموذج تاني اهو، مسلم الدولة معاه مش ممانع ان هو مسلم، لكن هي مش مسلمة، الدولة دي ما هيش مسلمة، عاشوا ودخلوا في الجيش بتاع النجاشي وجلسوا هناك
حتى بعد سيدنا ما راح المدينة، حتى مات كثير منهم في الحبشة، حتى إن مسلم الحبشة الآن من أولاد الصحابة الذين استقروا في تلك البلاد. أهي دي عاملة زي كثير من الدول فيها دساتير وقوانين، وما عندهاش مانع انه الاسلام يبقى موجود، ما فيش مانع يعني، وتلاقي فيه مقابر للمسلمين، وتلاقي فيه مذابح للمسلمين، وتلاقي فيه حاجة اسمها اللحم الحلال، وتلاقي فيه حاجات كتيرة كده. النموذج الثالث التعددية، انتقل سيدنا الى المدينة، كون دولة. دولة دي مكونة من ايه؟ من مسلمين ومشركين ويهود فهذه التعددية عمل لها صحيفة المدينة وقال لهم إذن المشترك بيننا إيه؟ الوطن. خلاص يبقى الوطن هو المشترك بيننا الآن، نحميه كلنا ونؤدي واجبه كلنا ونفعل ويساوي إلى آخره. ولما جاءت يهود تخل مرة بخيانة عظمى في الخندق، ومرة بالاعتداء على المسلمين، ومرة برفض دفع الديون، حصل قال لهم خلاص امشوا اعملوا وحولوا مع المحاكمة في الخيانة العظمى. وفعل شيئا لم يفعله أحد إلى الآن، وهو أن المتهم يختار قاضية. إيه ده؟ لغاية دلوقتي المتهم لا يختار القاضي، عند في حاجة اسمها رد المحكمة. طب لما هرد المحكمة دي أجيب مين؟ لا معرفش، ملوش حق إن هو يختار، لكن قال لهم اختاروا القاضي بتاعكم. فاختاروا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. ليه؟ بينهم مصالح، فمش معقول سعد هيضيع المصالح بتاعته. فألهمه الله سبحانه وتعالى فضاعت مصالح يهود. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هي حكمت بإيه فأخبره الحكم، قال وفقك الله لما أراد من فوق سبعة أرقع. ربنا وفق سعد في الحكم، هو ده حكم الله. أدي القضية. بعد كده خلت المدينة وأسلم المشركون مما رأوا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعجزات المتتالية، كيف تكفرون وأنا فيكم. فخلت المدينة من غير المسلمين، فأصبحت نموذجا ثالثا، دولة ما فيهاش إلا المسلمين زي المدينة ومكة إلى يومنا هذا. يبقى إذن الحكاية واضحة، نماذج. أنت فين بقى؟ الست السائلة دي في مكان بيبيح المحرمات او بيبيح الغلطات او بيبيح كذا الى اخره، يبقى في الحبشة في مكة، تشوف هي فين وتفعل ما فعله رسول الله في النموذج. وده معناه انه المثلية حلال؟ حرام. طب والخمرة؟ برضو حرام. طب وقلة الديانة وقلة الادب؟ حرام. ادي الحكاية. ويعيش المسلم حيثما يعيش كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في النموذج الذي تركوه لنا، ما هي محلولة هي. لكن عايز تطبق الإسلام في ديار لا تعلم شيئا عن الإسلام أصلا، مش ترفض وبس، ما سمعتش عنه ما تعرفش. يعني لما نيجي نقول لهم ما تطبقوا الاسلام يقول لك انهي اسلام؟ انا مش فاهم، يعني ما عندناش الكلمه دي. فاذا احنا نعيش في بلادنا كما اراد الله، وهذه البلاد واحد من الاربعه ما فيش غيره،
يا إما كأنها مكة، يا إما كأنها الحبشة، يا إما كأنها المدينة أولا، يا إما كأنها المدينة آخرا، وهكذا محلولة. أنا تاجر وبطلع بضاعة قسط، وجاني واحد عاوزني أجيب له خروف للأضحية قسط، هل يجوز أن يطلع حاجة زي كده؟ نعم، سلعة يعني باع خروف بالقسط يجوز. الخروف بأربع تلاف جنيه ولا تلات تلاف جنيه، وهبيعه بالقسط بتلات تلاف وخمسمية، بحيث ان انت كل شهر تديني 300 جنيه ماشي يجوز، سلعة من السلع. هل يمكن تعدد النية في الأضحية؟ يعني أضحية وهي في نفس الوقت عقيقة وهي في نفس الوقت كفارة وهي في نفس، لا ما يجوز. الأضحية أضحية والعقيقة عقيقة، إنما يجوز في الأسهم اللي في البقرة، لكن خروف لا، خروف ده سهم واحد، إنما في البقرة سهم لأضحية وسهمين لعقيقة وسهمين لكفارة وسهمين مش عارف كم، مفيش مانع. كيف تتم نية الحج لأمي المتوفاة؟ هل نبدأ من إحرام العمرة أو يوم التربية التروية؟ تبدأ مع قولك لبيك اللهم بكذا، فأنت دلوقتي رايح تعمل عمرة متمتعا إلى الحج لأمك، فتقول لبيك اللهم لبيك عن أمي بعمرة متمتعا إلى الحج، واجعل محلي حيث حبستني، ما تنساش الكلمة دي. هل ثبت عن رسول الله أنه صام عشر ذي الحجة؟ رواية مسلم هي الراجحة عندنا، رواية مسلم عن السيدة عائشة، وهي تقول أنه ما صام العشر الأوائل، يعني دول اللي هم التسعة يعني، وسميناهم عشرة تبركا بيوم العيد، لكن الصيام في التسعة لأن العيد لازم تفطر. ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط، ده أخرجه مسلم. لكن في حديث حفصة اللي أخرجه النسائي، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام والعشر، ثلاثة أيام من كل شهر يعني، اللي هي اللي بنسميها الليالي البيض 13 14 15 والعشر، يبقى العشر اللي هي من ذي الحجة، وقلنا ان احنا سميناها عشر وهي تسع في الحقيقة، لكن هو قالت والعشر، يبقى حفصة بتقول ايه صام، وعائشة بتقول ما صامش. هل ده مبلغ علم عائشة؟ ومن حفظ حج على من لم يحفظ. هو في الحقيقة ان حديث عائشة اسند يعني اكثر صحة في اسناده، واخرجه مسلم، اما الحديث الثاني فاخرجه النسائي، واختيارنا انه لم يصم، لكن هذه الايام لها فضل لان النبي عليه السلام اوصى بها، وانها افضل ايام السنة، وانها ارجى للقبول الى اخر الاحاديث. فمش معنى ان النبي لم يصم انك انت ما تصومش، مش معناها كده، لكن السؤال سؤال علمي، هو صامها ولا لا؟ طب ما صامهاش، طب اصومها انا؟ طبعا. وامثال ذلك الضحى، اوصى النبي بصلاه الضحى لكنه لم يصلي الضحى قط ابدا، فضل يفتشوا عن انه هو صلى الضحى، وجدوا انه هو في وقت الضحى صلى ركعتين في مكة عند الفتح،
فراحوا في بيت أم هانئ، راحوا قالوا إيه بقى؟ هذا صلاة الفتح، لما ندخل بلد وننتصر قوم نصلي ركعتين، لكن دي مش صلاة الضحى، دي صلاة الفاتح. يبقى إذا لغاية دلوقتي ما لقيناش أي حاجة إن سيدنا صلى الضحى، فأنت ما تصليش بقى الضحى، تصلي الضحى. ده الضحى لو صليت 12 ركعة كل يوم بني لك قصر في الجنة، قصر تاني يعني، مش قصر بتاع الأيام دي، لا حاجة بقى تانية فخيمة، حاجة فخيمة. هل يجوز للحاج من السودان أن يحرم من جدة إذا كان من موازاة سواكن؟ فإنه يحرم من جدة، نص عليها النووي. كان والدي مريض وتوفي وعليه 10 أيام لم يصمها أو يكفر عنها، فما هو المطلوب؟ تكفر عنها. وهل يجوز أن أصومها عنه؟ يجوز، كما في حديث مسلم أن الولي يقضي عن المتوفى. هل يجوز فعل أمر حرام أو ممنوع إن كانت منفعته العامة للمسلمين أكبر بكثير من إثمه؟ القاعدة المقررة لدى علماء الشريعة والتي استنبطت من مجمل القرآن والأحاديث وعمل الصحابة وعمل الفقهاء المجتهدين أن ارتكاب أخف الضررين واجب، فممكن ترتكب ضررا لكن هذا الضرر أي أنه حرام أو ممنوع، عدم فعله يجعلك ترتكب ضررا أبلغ وأكبر، أو حينئذ يجوز. ليه؟ لأنك هترتكب ده وهو الأقل، يا ترتكب اللي أكبر منه، لأن ارتكب الصغير، وحينئذ فهذا الحال لا يكون إلا في هذه الحالة، وهي أن ارتكاب أخف الضررين واجب. يسأل سائل: نذر أحد أصدقائي مبلغا من المال، فهل يجوز أن يجهز به عروسا؟ نعم، فهذا من أفعال الخير ومن التكافل الاجتماعي، والناس أغلب الغارمين الآن لهذه القضية، قضية تجهيز البنت أو كذا إلى آخره، فالدفع بمثل هذه الكفارات والنذور وكذا إلى مثل هذه الحالات إن شاء الله مندوب إليه. حلفت على زوجتي بالطلاق إذا فعلت أمرا ما وبعد ذلك فعلته، وقد أكدت أنها لم تسمعني وأنا أحلف عليها، فهل هي طالق؟ لا، إنما عليك كفارة يمين. لما واحد يقول لمراته علي الطلاق، يعني إيه علي الطلاق؟ وهذه ما وجدناها كأنها ظهرت في القرن الثالث الهجري، علي الطلاق، علي العتاق، يعني إيه علي الطلاق؟ يعني والله لا أطلقنك إذا فعلت كذا. طيب فعلت خلاص، يا تدفع الكفارة يا تطلقها. تحسب بقى، هي الست دي تساوي إطعام 10 مساكين ولا ما تساويش؟ إذا كانت تساوي إطعام 10 مساكين طلع 10 مساكين والطيب أحسن، إذا كانت ما تساويش أصلا هذه التكلفة، أنت داخل لك كده في 200 جنيه، فإذا كانت ما تساويش 200 جنيه روح عند المأذون وطلق يا أخي، خلاص هنعمل إيه؟
ما هو خراب يا باب. وعقليات عجيبة على الطلاق ده لا يقولها إلا صاحب العقلية العجيبة الغريبة. إنما جاي يسأل بعد ما قال أنا قلت. طب نعمل إيه؟ ما حصل خلاص وقع الأمر، أعمل إيه بقى؟ يعني هو اللي يغلط وأنا اللي أجاوب. طيب علي الطلاق لا يقع بها يمين، لا يقع بها طلاق، انما هي يمين بتقول لها عليها الطلاق ما تروحي لامك، راحت تعمل ايه؟ يبقى عليك 200 جنيه عليها الطلاق. ما انت خارجه من الباب ده ولا انت رايحه الشغل؟ قالت لك طيب يلا يا عيال بسرعه علشان هننزل علشان، ونزلت للشغل. تعمل سيادتك ايه؟ ادفع 200 جنيه. طب ايه ما تسويش اصلا 200 جنيه في ذمتي كده؟ ما تسويش خلاص، ادام واحده العشيره بتاعتك عشيرتك وزوجتك ما تسويش عندك 200 جنيه يا الله. ادي الحكايه. انا كنت احلف الا افعل شيئا معينا، واذا فعلت اصوم 10 ايام ويتكرر هذا، فماذا علي أن أفعل؟ عليك لكل هذا، أنت مش عليك 10 أيام، أنت عليك 10 مساكين مش 10 أيام. كل ما تحلف وتخلف يبقى تطلع 200 جنيه، كل ما تخلف تطلع 200 جنيه. أما ما وجدتش 200 جنيه فيبقى تصوم 3 أيام مش 10. هو كان متبرعا من عنده كده يصوم 10، ما ينفعش، لازم 3 علشان لا نزود ولا ننقص. هل يجوز لي التضحية وأنا غير متزوجة بما أن والدي سوف يضحي؟ وهل يجوز التضحية عن نفسي وعن والدي؟ نعم يجوز ان انت تضحي عنك وعن والدك، ويجوز عد الاضحية للبيت كله، الاسرة، الراجل والست بتاعته والولاد، سواء اشتغلوا وبقى معهم فلوس يشتروا بيها اضحية ولا ما اشتغلوش، كل ده واضحية من اهل بيت تعددوا يجوز. كيف يزكي من يقوم بشراء السيارات وإصلاحها ثم بيعها مرة أخرى؟ معليش زكاة، ده اللي هو بيقوم بيها دي مندرجة تحت الصناعة، بيجيب سيارات مستعملة يوضب السيارة كده ويخليها زي الألماز ويجي بيعها ويكسب فرق ما بين ما دفع وما كلف وما بين ما باع. تمام كده تبقى صناعة. رأس المال اللي هو بيلففه ده معليش زكاة، الزكاة في التجارة، والتجارة ضابطها ايه؟ ان تشتري، ادي نمرة 1، بغرض البيع، ادي نمرة 2، لتحقيق ربح، ادي نمرة 3. طب افرض فقدنا واحدة من الثلاثة، ما تبقاش تجار. اشترينا دقيق وبعنا دقيق، تجارة. اشترينا حلويات وبعنا حلويات، تجارة. طب اشترينا الدقيق وعملنا به حلويات، صناعة. ما عليهاش. فأموال الزكاة محددة شرعا. هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟ هو النبي عليه السلام كان يحب التفاؤل في كل شيء، فلو واحد مثلا قال يا راجل ده مات يوم الجمعة، ده راجل طيب، ما فيش مانع، ما تردش عليه، يعني ما عملش جريمة، بس بعد النابتة لا، ده يبقى عمل جريمة.
مات يوم الجمعة ازاي؟ ليه قال يوم الجمعة؟ ده الحديث اللي فيها ضعيف، واخد بالك ازاي؟ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما انه ما من مسلم يموت يوم الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر. موجود الحديث، ولكن الترمذي يقول هو حديث غريب وفيه ضعف وفيه اضطراب. ولما جاء الإمام البخاري قال باب من مات يوم الاثنين، واخد بالك؟ لأن سيدنا مات يوم الاثنين، من مات يوم الاثنين، يبقى برضو بعض الناس راحت ايه الى ان سيدنا مات يوم الاثنين، فانا لما واحد تاني مات يوم الاثنين يبقى دي ايه بشرة. كان يحب البشرة ويحب كده، لكن ما جابش بقى من مات يوم الجمعة. الامام البخاري اقتصر على ايه؟ من مات يوم الاثنين، كأنه يضعف حديث الترمذي. انما الاسئلة اللي من النوع ده هو بعد ظهور النابتة ظهرت معانا، بعد ظهور النابتة. قبل كده كان اللي ياخد بالحديث الضعيف ده مفيش مانع، نقول نرجو الله سبحانه وتعالى ان هو يقيه عذاب القبر ويقيه فتنة القبر يا رب، معتمدين على حديث الترمذي الضعيف. غير ايه يعني؟ دي بشر. هو انت كلت مال حد؟ هو انت انتهكت حرمة حد؟ هو انت افسدت في الارض لما دعيت ربنا انه يكرم الميت بتاعك اللي في يوم الجمعة، والناس ترى برضو اللي مات يوم الجمعة ده حتة تاني، انه يمكن نلحق عليه الصلاة فيبقى المصلون ايه كتير، يبقى ده برضو في فضله. فاذا مثل هذه الاسئلة الحقيقة موجودة ويسأل عنها الناس كتير وتشغل البال، لكن كلها بغرض تسطيح العقل المسلم وبغرض سحب زمن رسول الله على زمننا، وبغرض عدم التدبر في النصوص من أجل معرفة مقاصدها، وبغرض منهج معين نصي ضيق لا يصلح لا للدنيا ولا للدين حتى تتمسك به وتتبناه. شوفوا في ايدينا سبحة، السبحة بدعة، يشوفونا بنذكر الذكر بدعة، يشوفونا بنحتفل الاحتفال بدعة، يشوفونا بنفرح برسول الله في مولده المولد بدعة. يهدوكم. الله، ايه ده ايه ده يا اخوانا؟ كل هذا بظهور النابتة، قبل كده ما كانش. كانت المسائل حتى لما تدرس تدرس علميا، ده ضعيف ده صحيح، نعم الضعيف نعمل به في فضائل الاعمال، هو ده الدعاء، ده البشرة، حاجة حب كده وحاجة مريحة. إنما ده يأتي من أجل تكوين عقلية فيها هذه الصفات، عقلية سطحية، عقلية نصية، عقلية ضيقة، عقلية لا تبحث في المقاصد ولا تريد كيفية تحويل الدين إلى حياة، عقلية تريد سحب زمن النبي على زمننا، مما ينشئ مجموعة من المتناقضات تؤول في النهاية إلى داعش وأخواتها. أدي الحكاية. هل علي شيء لو دعوت الله أن يرزقني بشخص وهو خاطب؟ يعني هي منظرة على واد خاطب، فبتدعي ربنا كل يا رب يبقى من نصيبي، يا رب ادعي ما يجراش حاجة، ده لسه خاطب. وجاءت المرأة لسيدنا الرسول وقالت إنه قد
خطبني أبو دجانة ومعاوية، فأقبل مين؟ قال لا، أما معاوية فصعلوك، أرزاقه ضيقة شوية، يظهر الست دي يعني عايزة يبقى غني شوية. وأما أبو دجانة فلا يضع العصا عن عاتقه، قالوا يسافر كثيرا، لا يضع العصا من على عاتقه يعني تملي مرتحل، فهيغيب عليك تتعبي. تزوجي أسامة، يعني كمان راح من رشح لها ايه واحد ثالث. فاللي خاطب ده ادعي ربنا، ادعي ربنا يهديك. طيب، ما حكم من مر على ميقاتين بأيهما يحرم من أحدهما؟ هل يجوز أن ترفض المعقود عليها أن يقبلها العاقد؟ من ناحية الاجتماعية حسب العرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. واحد كاتب كتابه وعايز يقبل مراته، شرعا يجوز، فهي بتقول له لا ما يجوز، مش عايز، خلاص مش عايز، مش عايز، دي دوشة تهدي. هل دخول الماء للجوف عند الاستنجاء مبطل للصوم؟ لا، لكن الشافعية بيبطل، يعني عند الشافعية لا يبطل الصوم، عندهم أي حاجة تدخل الجوف مغذية مش مغذية من الفم من الشرج كذا كله ينقض الصوم، لكن غير الشافعية يبقى نقلد بقى غير الشافعية علشان الابتلاء ده. هل يشرع قطع صلاة الفريضة من أجل اللحاق بالجنازة؟ ما ينفعش، ده فرض عين، فلازم تكمل الفريضة بتاعتك وتلحق ما تستطيع أن تلحقه من الجنازة، ما لحقتهاش مش ضروري. هل يجوز أن احنا نصلي حينئذ صلاة الغائب والجسم والجسمان مشي؟ يجوز، صلى النبي على النجاشي في المدينة، والنجاشي ميت فين؟ في الحبش. طيب، والشافعية يصلوا في آخر النهار كده على من مات من موتى المسلمين ولم يصلى عليه، ويصلوا صلاة الجنازة كل يوم على من مات من موتى المسلمين في العالم ولم يصلى عليه، علشان يبرئ الأمة من الإثم. ماشي، لكن افرض ان انا خلصت الصلاة والجنازة موجودة ولقيت الراجل اللي هو الامام خلص ثلاث تكبيرات وفضل له تكبير، فادخل وراه الله اكبر، يبقى فاتتني كم تكبيرة؟ ثلاث. بعد التكبيرة اللي انا قلتها اقرأ الفتح، هو بيدعو للميت او لعموم المسلمين، انا اقرأ الفتح، سلم، اكمل زي الصلاة بالظبط، التكبيرة الثانية وصلي على سيدنا الرسول بالصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة ايه بقى، ما ده هو خدوا الجثمان ومشوا مشوا مشوا، انا بصلي بصلي جنازة على الميت ده، ما يجراش حاجة، تكبيرة التالتة ادعو للميت، تكبيرة الرابعة ادعو لعموم المسلمين وسلم. طب ده هم مشوا مشوا مشوا، الحقهم. ها، لكن نقضي التكبيرات كما نقضي الركعات، ادي الحتة الجديدة اهي، نقضي التكبيرات كما نقضي، مش انت لقيته في التكبيرة الثالثة
ما تدخلش بقى، ما انت فاتك تكبيرتين ومش عارف تعمل ايه. لا، وفي التكبيره الثانيه او الثالثه ادخل وراه الله اكبر واقرا الفاتحه، كبر معاه الرابعه واقرا الصلاه، كبر معاه خلاص وسلم بقى، كبر لوحدك الثالثه وادعي للميت، الرابعه وادعي لعموم وهكذا. يبقى اذن صلاه الجنازه فيها سبق، يعني ممكن الامام يكون سابق ليك. ومن حاجات الجنازه التي كان يفعلها الصحابه والتابعون ولا نفعلها الان، واحسن ان انتم ما تعملوهاش الا في الجماعه الصغيره، انهم كانوا يكبرون خمسا وستة وسبعة وثمانية طبقا لجلال الميت. يعني لما يكون الميت رجل او ست مهمين، يعني ام مؤمنين ولا كذا الى اخره، فكانوا يزودوا عن الاربعة. يعني كأن الصلاة بتعبر عن مزيد الدعاء ومزيد الرحمة والتكبير هكذا. طبعا النهاردة لو حد عمل الستة دول الناس المصلين هيضربوه، هيفتكرون انه غلط ويضربوه، بس من ناحية العلم يجوز خمسة وستة وسبعة وكل حاجة. طيب، هل يجوز زواج الثيب بعلم احد ابنائها وكتمانه عن الباقية، من ناحية ان العقد انعقد وانه حلال؟ حلال، لكن هذا مخل بالمروءة. يفتكر الواد ابنها التاني اللي هو ما عرفش ان امه لا قدر الله يعني ماشية غلط ويحدث فتن، ولذلك ده مخل بالمروءة. لكن من ناحية ان العقد انعقد، انعقد. هل يجوز الذبح بنية دفع السوء؟ يجوز. ما حكم صلاة النافلة جماعة؟ تجوز. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: وكل ما لا تسن فيه الجماعة تجوز فيه الجماعة. كل صلاة لا تسن فيها الجماعة، ايه امال ايه الصلوات اللي تسن فيها الجماعة دي؟ صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة قضاء الحاج، صلاة الخسوف والكسوف، صلوات عيد تسن فيها الجماعة. طب وسنة الظهر لا تسن فيها الجماعة، تجوز فيها الجماعة. تسن يعني ايه؟ يعني انت بتعملها لان النبي عمل كده، يبقى سنة. لكن ايه لما نجتمع مع بعض ونصلي صلاة النبي ما عملهاش؟ قال تجوز. كله ما لا تسن شرعا فيه الجماعة تجوز فيه الجماعة. يبقى ده على حد الايه؟ الجواز، وليس على حد السنية. هل يجوز قضاء عدة مطلقة رجعيا في بيت أهلها؟ لا، المنصوص أنه في بيت زوجها. هل يجوز التسبيح بالأيدي باليد الشمال؟ والله ما كانت هذه الأسئلة قبل أن أبيت. السؤال بيقول لك على وشك يبان يا ما تبغي اللي بان. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيمناه. ومده خلى العيال ما هم عايزين يسحبوا الزمن نفسه كده علينا كده. إذن لازم نسبح بيمنانا زي الحكاية دي؟ لا، مش لازم. لو سبحت بيمناك فهو خير،
لكن لو سبحت بيسراك ايضا لا بأس. طب انتوا دلوقتي بتقولوا ان السبحة بدعة، طب انا عايز اقول استغفر الله 100 مرة فمش هينفع على ايد واحد اتلخبط، فعايز الايدين، ما يجراش حاجة يعني، ما يجراش حاجة. والاكل باكل بايدي اليمين، لكن نفرض ان انا عايز امسك حاجة بايديا الاثنين ينفع، ما فيش مانع استعمل ايديا الاثنين. فاذا امثال هذا التدقيق والطريقة دي والمسائل دي هي الغرض منها انشاء عقلية سطحية تجعل هناك برنامج اخر غير البرنامج اللي فعله اجدادنا وعلماؤنا ومجتهدون ومفكرون عبر التاريخ، مما جعل مثلا شعب مثل مصر يتشبع بالاسلام. لكن هنا بالطريقة دي لا، ده طريقة تزهق. والاهتمام بقى يعني تحول هذه المسائل الى قضايا تشغل بالنا، وهي قضايا من اللياقة، من اللباقة، من الآداب العليا، من الاتيكيت، مش قضايا، دي مسائل وليست اصلا قضايا. قضايا دي هي اللي تضحي بحياتك عشانها. فاختل الميزان. خلي بالكم ماذا تفعل مثل هذه الأسئلة إن أجبنا عنها وسكتنا، يعني كأنها قضايا حاجة مهمة يعني، لا لازم نقولها ونقول الكلمتين دول إنقاذا للأمة من ورطتها. هل يجوز حكم قضاء سنة 6 شوال في ذي القعدة؟ لا، لأنه لكل مقام مقال ولكل وضع حال، فما ينفعش الستة اللي سبتهم في شوال إنك تيجي تعملهم في الحجة وهداب ده. من كان مريضا وأراد أن يحرم بالحج والعمرة وهو شاك في قدرته على الإتمام، فما هي السنة في حقه؟ ولا حاجة، يحرم ويتوكل على الله ويقول الكلمة المهمة: واجعل محلي حيث حبستني. فإذا لم يقدر على الإكمال تحلل وأصبح في ذمته حج من قبل. هل يجوز دخول منى بعد صلاة العشاء للمبيت؟ نعم. كيف يحرم الوكيل في الحج وماذا يقول؟ لبيك عن فلان. وهل على الموكل القيام بشيء؟ ليس عليه شيء. ما صحة ما يقوله وينشره البعض بأن السماء ليست فضاء مفتوحا وأن لها أبوابا معدودة لا يمكن العروج إلا من خلالها، وبالتالي هناك أسباب علمية وراء أن سيدنا في رحلة المعراج عرج به من المسجد الأقصى وليس من مكة؟ الإجابة على هذا السؤال بالذات يعني هنعرفها يوم القيامة، وأول ما هعرفها هنجتمع إن شاء الله كده في الجنة وأقول تاخد بالك؟ نجتمع جميعا في الجنة عشان السؤال ده، ونقول يا رب هو كان فيه طرق وكذا. طبعا الفلكيين بيقولوا ان في طرق وانه ليس هناك خط مستقيم في الفضاء وان هناك بوابات وان هناك كذا الى اخره، انما النبي عليه السلام عرج به من اجل هذا، يعني عرج به من بيت المقدس من اجل هذا ازاي يعني؟ واخد بالك؟ طيب على كل حال، حاجه ما شفناهاش نعمل ايه؟ نستنى لما نشوفها. هنشوفها امتى؟ نشوفها يوم القيامة إن شاء الله مع بعض كده. طب وأنا هبقى فين وإنتوا فين في يوم القيامة؟ في الجنة إن شاء الله يا رب.
والطمع في وجه الكريم جائز يا رب. طيب هل تتعدد كفارة الفطر بتعدد الجماع في رمضان؟ لو أنه في يوم واحد فالكفارة واحدة لأنه أفسد يوما، لكن لو تكررت ذلك في أيام فكل يوم بكفارة. متى تخلع المحرمة النقاب؟ ما هو مش هينفع أنها تحرم إلا إذا خلعت النقاب، لأن المرأة إحرامها في وجهها وكفيها كما في الحديث الصحيح. هل من وقع في كبيرة وهو عازم على التوبة تقبل توبته؟ تقبل بدون شك. أمال إيه؟ الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. هل من الصحيح أن الصدقة والاستغفار يمكن أن أفعلهم بنية أن يحقق لي الله رغبة أريدها أريدها؟ طبعا، ده هو الصدقة معمولة عشان كده. وقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قدم صدقة وادعي، قم الدعاء يكون أرجى للقبول. والاستغفار، استغفر وادعي، ده هي الحاجات دي هي زي ما تقول الأسرار اللي الشريعة جاءت تعلمنا إياها ولا يعلمها كثير من البشر، إن الاستغفار مفتاح القبول. ما هي معلومة هي إن الصدقة مفتاح القبول، وأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الحاجات دي كلها هو ده سر الشريعة. أرشدنا إلى يوم الجمعة، علمنا نقرأ قرآن إزاي وهو كلامه، أرشدنا إلى ثلث الليل الأخير، أرشدنا إلى الصلاة الوسطى وأخفاها، أرشدنا إلى العشر الأوائل من ذي الحجة، أرشدنا إلى رمضان وإلى ليلة القدر، أرشدنا إلى وهكذا إلى اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى. أسرار معنا، أسرار وكنوز. فينبغي عليك أن أنت تستغل كل ده. أنت فاكر كل البشرية عارفاه؟ هو معلن، هو مش سر. مش سر يعني إيه؟ يعني إحنا مش مخبيين، إنما البشرية لا تعرفه، ما تعرفوش. يعني إيه أقعد أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله؟ يعني إيه؟ ما يعرفوش. وفي منهم من يتعالى عليه، وفي منهم من يعني عدم المعرفة وعدم الاقتناع وهكذا. فربنا من علينا، وكانوا زمان يقولوا ايه؟ الحمد لله على نعمة الإسلام، لأن نعمة الإسلام بينت كيف تقود العلاقة بينك وبين ربك، وبينك وبين نفسك، وبينك وبين غيرك. فاللي بينك وبين ربك على سبيل الطاعة بالعبادة، واللي بينك وبين نفسك على سبيل التزكية، واللي بينك وبين غيرك على سبيل الرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. مفاتيح، انت معاك حاجة كبيرة قوي، بس انت اللي مش ملتفت. انما انت معاك حاجة كبيرة جدا، وهي غير معروفة لعامة الخلق. ده احنا 7 مليار دلوقتي، 5 منهم ما يسمعوش عن الحاجات دي. يبقى إذن الحمد لله، اذكر، استغفر، صلي على النبي كتير، تصدق، وافعل الخير، وخلي قلبك من كل قبيح وحله بكل صحيح حتى يتجلى الله عليك. هل يشترط أن تعلم المرأة أنها طلقت طلاقا أول حتى يقع الطلاق الثاني؟
لا لا يشترط. يعني راجل والعياذ بالله تعالى طلق زوجته وأخفى هذا الطلاق عنها وأرجعها، عاشوا شوية راح مطلقها تاني، عرفت هي الطلقة الايه التانية دي، رجعوا، بعد ما رجعوا راح مطلقها تالت، فجت قالت له دي التانية، قال لا دي التالت. فهل هي تقبل هذا؟ طبعا تقبله، ولكن اللي عمله ده فيه شيء من الايه الخسة والندالة وقلة الديانة، انما يقع هنعمل ايه؟ وفي حساب، ما هو الطلاق نفسه أبغض الحلال عند الله، وبالرغم من ذلك إلا أنه يقع. ما حكم من ضحك بدون قصد على كلام فيه غيبة لشخص؟ يعني شوفوا التدقيق، يعني واحد اغتاب شخص قدامي بنكتة كده، فأنا ضحكت ها ها ها، فايه بقى حكم الضحكه دي؟ يعني تحس كده ان اللي بيسال عبد القادر الجيلاني سبحان الله رابع العدويه لا اله الا الله حد يعني كده اهو، ها بناء العقليه، عايزين يلحسوا دماغنا، عايزين يفهمونا انهم ما شاء الله في عالم اخر، جزء من العقلية اللي احنا بنحاربها دي انه يبعد عن الواقع وعن خدمة الناس وعمارة الدنيا وعن التواضع الى هذا الحد من النزق. ولذلك بنقول لصاحب السؤال بس فقط لغير، مش ليكم، ضحكتك هتدخلك النار، بس هي الحكاية والله أسهل من كده، وربنا جميل وعفو وغفور وواسع وحلم. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.